كنت عم تحكي نقصة فنان حب أميرة، وين الحب اليوم من حياة سبهان آدم اليوم أو حتى بالماضي؟ يعني دائما حكيك عن المجتمع بس نحن ولا مرة شفناك عم تحكي عن الحب لمين كان، أو مو شرط يكون للحبيبة، مثلا ممكن يكون في شخصية معينة لإلك. الحب موجود دائما بس بيأخذ يعني كل فترة زمنية له يعني مفاهيم خاصة. يعني شو مفهومك له اليوم؟ والله هلا شفاف، يعني شفاف عذري، يعني يدخل مراحل هو. بس هو ليش شيخ الحب؟ يعني يبقى دائما له نكهات متنوعة يعني مختلفة بمرور الزمن والعمل والأشياء أو الشغل العمل. بس هاي لحظات رائعة جدا نعيشها نحن يعني بهذا السن، كثير حلو يعني ما في قلق. يعني حتى من الصغار واصغر مني بالسن، انا اعتبر عمره اصغر مني 5 سنوات، اصغر مني يعني ما صعب اتناقش معه. يعني لما كنت انا عمري 20 سنه يعني ما كنت امشي مع الكبار عمره 60 70، اصدقائي كلهم كبار بالسن، يعني فاتح مدرس 70 سنه، صبري الرفاعي 60، ما كان عندي صديق من جيلي لما كنت بالعشرينيات. الان لما اكبر يعني صار اختلف، اني بشتغل مع الشباب يعني شو حلو، بصير الكونتراست كثير مهم. هذا هو أكبر خطأ لما يكون في نوع جيل واحد، يعني يصير نوع من المنازعات يعني الاستقطابية التي لا معنى لها. بس كل شيء له يعني جماليته وحلاوته. يعني بعدين في جيل شاب ترى يتوقع لك شيء كبير هو أحمق وصغير وما بيفهم، يعني الجيل الكبير كمان يفهم الجيل الصغير إنه أحمق متسرع، يعني يبحث عن الأشياء بسرعة مثلا. كل واحد يعتقد اعتقادات خاصة به، والاثنيناتهم هن على الصح واثنيناتهم على خطأ بنفس الوقت. يعني ففي شيء جيد هون بهذا الجيل وفي شيء سيء، وكمان الجيل تاع في شيء جيد وسيء بنفس الوقت. حتى أنا لما كنت يعني أحصل أموال ضخمة بالعشرينيات مثلا سيارات، بيجي لي واحد خلاص يكفي، واحد عمره 40، أنا بنزعج لما يحكي لي هيك. ليش وأنا بدي أستنى عمري 60 سنة حتى يصير عندي أموال يعني مثلا هيك. بخاف في نزوع بالشاب نحو يحقق مشروع بسرعه، يعني هذا امر طبيعي. وانا ما حدا شيء، وانا حققته بالشباب حققته بسهوله يعني بسرعه خياليه يعني غمضه عين. يعني هذا الصراع موجود، يعني هو صراع خفي. يعني في ناس يعني حمقى يعني يمنعوا يعرقلوا مشاريع الاخرين بقوه شديده، في شيء هذا يعني سنة الحياة هيك، ما في صلاح لهذا الشيء على الإطلاق، مستمر إلى يوم الدين.